السلام عليكم، تشاهدون في هذا الفيديو. الإعلام المصري يوضح أن الرجاء قادرة بالفوز بالبطولة بعد خسارة الجيش. على ذكر المغرب، الجيش الملكي خسر بشكل مفاجئ علشان يخلي الدوري المغربي أشبه ببريمير ليج في حتة لوحده. يعني الخسارة خلت الرجاء الذي لم يلعب مع نهضة بركان في هذا الأسبوع، لو فاز بالمباراة المتبقية لي يصبح الفارق بين الجيش الملكي والرجاء نقطة واحدة فقط لا غير. الجيش الملكي ايه اللي حصل له؟ وهل الرجاء عنده مقاومات المنافسة لحد اللحظة الأخيرة ولا التعثرات واردة؟ شوف، الفريقين بيقدموا من لحد دلوقتي تنافسية شديدة جدا في البطولة. بعد تعادلهم الاتنين مع بعض ماشيين بقى ايه راس براس، والجيش الملكي ما كانش بيخسر حتى أي نقطة من النقاط، ولكن دايما مباراة حسنية أجادير المباراة اللي دايما امتزج بنتيجة الاتنين واحد. آخر ست مواجهات أنا شفتهم 2-1، أوكي. منهم حتى فوزين من الأربعة اللي حققهم الجيش الملكي كان في الوقت بدل الضايع، مرة علاء الدين أجراي في الدور الأول السنة دي، والسنة اللي فاتت جودي جنادو في مباراة صعبة جدا في ملعب الأمير مولاي عبد الله. 100% طبعا الرجاء عنده القدرة انه ينافس حتى اللحظات الأخيرة. الرجاء ماشي بشكل جيد، ولكن الرجاء برضه ينتظره مباريات صعبة. المباراة المؤجلة للرجاء هي مباراة نهضة بركان، مباراة عنق الزجاجة بالنسبة لهم. هل يعودوا إلى المنافسة بفارق النقطة ولا يخسروا نقاط في المباراة؟ الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل، ولكن البطولة مشتعلة وبشدة ما بين نصر الدين النابي وكمان زيمباور المدير الفني لنادي الرجاء المغربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الرجويين رجعنا لكم من جديد. وكيف ما سمعنا كاملين في الفيديو، اشقال الاعلام المصري على المنافسة القوية بين نادي الرجاء الرياضي والجيش الملكي على الدوري الاحترافي المغربي، واللي قالوا بالحرف ان هاد جوج فرق كيقدموا مستوى كبير ومستوى عالي ويستحقوا بجوج يديو البطولة الاحترافية. علقوا على الخسارة الأخيرة ديال الجيش الملكي، وقالوا ان هاد الخسارة كتخدم مصالح نادي الرجاء الرياضي، خصوصا الرجاء لبقات تربحات المقابلة المؤجلة امام النهضة البركانية، ودواو ايضا وقالوا ان الرجاء عندها كل من الامكانيات باش تفوز بالبطولة هاد السنة، حيت كتوفر للاعبين كبار ومدرب كبير بحال زينباور. خوتي الرجويين، هاد الخسارة الاخيرة اللي تلقاها الجيش الملكي كتخدم المصالح ديال النادي ديالنا، خاص ضروري ربحوا المقابلة ديال النهضة البركانية باش نزيدوا من الحظوظ ديالنا باش نفوزوا بالبطولة، زائد نديروا الضغط على الجيش الملكي ونتسناو شي خطأ اخر، شي تعادل ولا شي خسارة ونقدوا على الصدارة. هادشي ما غريبش على نادي الرجاء الرياضي، خاص اللاعبين ديالنا يبقاو امنين بجميع الحظوظ ديالهم حتى لاخر دقيقه من البطوله الاحترافيه. شحال من بطوله حسمناها مع الجيش الملكي.